على شنو؟ اوه بعد طلقة ضربة من يمي ذاك ابو الساعة خرب عرضك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم الشباب؟ ان شاء الله بخير وياكم علي العراق. اليوم جايب لي لعبة سنايبر فاز ثيفز، طبعا حلعبها اونلاين. قلت خل اغير شوي الاجواء، اخلي احاول اسوي فيديوين باليوم وليس فيديو واحد. الصبح جيم بلاي حتى لو الالعاب قديمه، حتى لو الالعاب مال سيجا، المهم الصبح جيم بلاي، والعصريه او بالليل هم يعني لو تحمل اللعبه الجديده لو جيم بلاي شويه تغيير بالقناه الى الافضل ان شاء الله. فاليوم راح نلعب اونلاين، طبعا اللعبه هي اونلاين، هي اللعبه اساسا اونلاين. شنو هنا انا والله طبعا هنا اكو اقنعه، بس خل احاول اشوف بيش هذا. اوه ب 82 ذهب، هذا 4 ذهب، غاليات عبالي رخيصة. لحظة انا شقد عندي؟ ها مثقال ذهب من هذا المربع، عبالي هذا الذهب الفوق. اي اوكي شباب، انا سابقا قبل يومين ثلاثة او لا قبل 5 ايام 4 ايام نزلت فيديو عليها. طبعا اول ما تلعب المهمة الاولى اكيد اوفلاين، بس بعدين اقول لك صارت اونلاين. اليوم راح العب كمجرم ثيب، بس خلي افوت هنا انا، خلينا نشوف هذني هنا دائما يطوك فري الجنط، لازم كل فترة تجي تفتح واحدة. طلقات عندي يمكن بعد وحدة لوخ. اي هذا شنو هذا؟ بلاي از ثيف، طبعا يقول لي تقدر تشيل طاقة بطل او طاقة شبيرة صفر، اثنينات صفر. شنو هاي؟ you need half any base health for remix. Do you want to buy more? Yes. بيش الوحدة ب 600؟ جيب وحدة هي انا عندك من اللي جوا. برميل صندوق شنو هذا؟ يمكن اختل بيه. اوكي وهنا شرب بعد. ها الاسلحة مايت او شلغي، الغي المدالية واجيبها المنطاد. اوكي ما يصير اشيل هاي، لازم اشيل. هلعب بدون طاقة اليوم، يلا هلو للعراقي جو. طبعا راح تشوفون هنا باو فايند اونلاين بلايرز، يدور اونلاين بلايرز. طبعا هنا عسى يا قدوس يدق هورن، سوي له اوكي. هسه قاعد يبحث اونلاين هنا حاليا. المجرم الاولاني هذا، المجرم الثاني جي بنكر، وهذا اللاخ بنكر، ما ادري شنو بنكر، هذا اللاخ شيت جان. اكو نص مو مغيرين اساميهم، فما ينتبهون. طبعا هذا المكان طبعا بها اماكن هواي، بس هو تلقائيين يعني، اللعبة بعدها جديدة والقناصة من اونلاين. طبعا يعني هي كلها اونلاين، يعني اذا تختار حرامية من مثلا يجي شخص يفوت على القناص، احنا راح نطلع ضده او هو ضدنا. اذا فوت انا على القناص بقى، يعني هي اللعبة ترى فكرتها كلش حلوة، يجوز بعدين تقدر تسوي اصدقائك تلعبها بالمستقبل بالتحديثات. اوكي بس احنا اونلاين. شو شنو؟ اوه بعد طلقة ضربة من يمي ذاك ابو الساعة خرب عرضك. شو هذا؟ ما يتحرك. ايه راح، بس انا كده اروح وراي السيارة هناك. روح لك تدعبل حيل. هذا ما اخذت فلوسي، بس خل احاول المونتاج. شنو فكرتي؟ اورا هذا يدوخه. حلو فكرته، حلو يمكن يدوخه. حلو بعد منطاد طاير. يمكن يدوخه. ها باقي 30 ثانية، لازم اركض بسرعة. شنو بحجاني؟ حين زين الصندوق. حلو لا الصندوق يظل الخاتم، لك امشي حينتهي الوقت. بسرعة 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 80 يا 80 بسرعة.
غير الكوف اثنين واحد. لا ما لحق يا اخي، صندوق بطاني ما قدرت اطلع منه. اوه ما ربحت، بس اثنين راحوا يمكن. الليفل اب يا اخي، الصندوق ما اعرف حسيته حيسوي لي شغلة تعبانة. خل اشوف، حاول مرة ثانية. حرج الطاقة هناش عندي برمي، وعندي هي الشباب مثل ما قلت لكم هذا كله اونلاين، فايند بلاير اونلاين. اي هذا غير مكان، طبعا اكو مكان، اي هذا المكان الاول اللي لعبنا بيه، تدربنا بيه بالبداية. احلى شي احلى شي من ترقص. بضرب طلقة هنا يا مخ. لك هاي شنو هذا؟ المترو يمكن دعم لواحد، خل اروح هناك على السريع. هو اهم شي تدعبل باللعبة حتى توصل بسرعة. ورا الشاحنة، يلا يلا. اوه والله بارك تني قناص، وين ذاك هو؟ حلو بسرعة، اول ما يضرب طلقة نهزم. ويلي فلتة والله فلتة. وصلوا، لازم اروح بسرعة. يلا 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 يلا، وصلنا وصلنا. You got away. حلو واخيرا. طبعا الجيم الاول بالبداية بطأنا الصندوق، ختلت بيه وضل يمشي هنا. هاي فلوسي 1036K. قبل شوية طاني صفر. هنا شنو؟ ملتر يور كاش. يقول لك اذا تريد تربح اكثر شاهد فيديو او شاهد اعلان. نو ثانكس ماريس، شكرا. هلا هلا بالنقاط، هلا هلا هلا. ليفل اب مرة ثانية. ايوه اوكي شباب، اذا هنا نهاية الفيديو، اتمنى عجبتكم. اليوم لعبنا بس حرامية، احتمال اسوي فيديو لاخ عليها، احتمال بلاي اس سنايبر. اوكي شباب، تقول رابط اللعبة بالوصف، تحميل رابط خارج اي بي كي، حجمه يمكن 50 ميجا بايت او 60 ميجا بايت، زاد رابطها بسوق بي. طبعا لعبة جديدة حلوة اونلاين، سنايبر فيرسس ثيفز، قناصة ضد اللصوص، لعبة كوميدية ومسلية حلوة. ومثل ما قلت لكم شباب، احاول الصبح ارفع جيم بلاي حتى لو العاب قديمة او جديدة، شوي نغير جو. زائدا العصر او الظهر او بالليل تحميل لعبة جديدة او جيم بلاي اخر. اذا لهنا نهاية الفيديو شباب، وشباب صدق المقطع الاخير مال مودرن كومبات ما اعرف ليش دا يصير خاص من وحدة، مع انه ما بي كوبي رايت، ما بي عليه اي مشاكل، خاص من وحدة المقطع الاخير مال مودرن كومبات، ما اعرف شنو السبب، احتمال احذفه. اذا لهنا نهاية المقطع، كان معكم علي العراقي، تحياتي.